بداية نفهم من جنابك مدى قانونية عقد جلسات مجلس النواب من دون تحديدها لانتخاب رئيس الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي العزيز أستاذ عبد الرحمن وزميلتك المحترمة والسادة المشاهدين، شكرا على الاستضافة. النص الدستوري الوارد بالمادة 55 كان صريح وواضح بأنه ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيسا بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، يعني نصف العدد الكلي زائد واحد، وتراعى المكونات كما يقول النص، وهو ما أكدته طبعا المادة 12 فقرة ثالثا من نظام البرلمان الداخلي رقم 1 لسنة 2022 بذات الآلية. وطبعا في كل دورة تعرف حضرتك، في كل دورة يعني يتم انتخاب رئيس البرلمان بتلكؤ وتأجيلات، وتكون الجلسة تارة مفتوحة وتارة مستمرة وبانتظار التوافقات. وطبعا أختلف مع ما طرحه الأستاذ النائب الذي تحدث قبل قليل أنه في الجولة الثانية يكون يعني من يحصل على الأصوات رئيس البرلمان، ليس هكذا، يعني الحال يختلف عن رئاسة الجمهورية ويختلف عن انتخاب المحافظ. يعني مسألة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء هي الشرط الأساسي في انتخاب رئيس البرلمان، وبعدها يؤدي اليمين طبعا أمام مجلس النواب. أيضا الذي حصل أمس يعني درج موضوعة تعديل اسم رئاسة البرلمان إلى هيئة الرئاسة، هذا يصطدم بقرار المحكمة الاتحادية. سنتحدث عن ذلك ومدى قانونية هذا الإجراء، وهو عودة يعني غير قديمة، يعني حدثت في وقت سابق، لكن دعني أفهم منك أيضا، هل يحق للبرلمان إجراء تعديل يتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية فيما يتعلق طبعا بتغيير في صلاحية هيئة رئاسة المجلس، الأمر الذي شهدناه سابقا يعني في وقت استيزار 70 أو في وقت حصول التيار الصدري على 70 نائبا في البرلمان كان هنالك توجه من هذا النوع، الآن ربما هنالك توجه آخر شبيه به. هو أستاذ عبد الرحمن، قرارات المحكمة الاتحادية بات ملزمة للسلطات كافة وفق المادة 94 من الدستور، أيضا المادة 93 من الدستور يعني أعطت صلاحية للمحكمة الاتحادية في البدء في النزاعات التي تنشأ عن تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات. فبالنتيجة المحكمة الاتحادية قالت بأنه هذا يخالف الدستور، يعني ما يسمى بهيئة الرئاسة البرلمان ويخالف الدستور، لم يرد هكذا نص كما يقول قرارها 87. نعم، لكن تتدخل المحكمة الاتحادية حينما يطلب منها ذلك، يعني من تلقاء نفسها لا تستطيع أن تتدخل. بالتأكيد بالتأكيد طبعا بالتأكيد، لكن هي صحيح، هي دعوة ومدعي ومدعى عليه، هي تعمل في قانون المرافعات، هذا أكيد تحصيل حاصل أستاذ عبد الرحمن، لكن عندما يعني يخالف قرار سابق لها فهذا القانون الجديد مدعاة للطعن أمام المحكمة الاتحادية مرة أخرى، وبالتأكيد سيكون قرارها ينقض هذا القانون أو التعديل الجديد وفق للمادة 105 و106 من قانون الإثبات ما يتعلق بحجية الأحكام. لا يمكن أن للمحكمة أن تنظر موضوع الدعوة لمرتين لنفس السبب، ولا يمكن أنه موضوع بتت به المحكمة وغيرته يعود له البرلمان مرة أخرى، هذا أمر غير ممكن، يعني هذا من ألف باء القانون أستاذ عبد الرحمن. طيب، من الناحية القانونية أيضا، المدد الدستورية لبقاء مجلس النواب من دون رئيس الله، إلى أي مدى زمني يمكن أن يستمر ذلك؟ سألوا المحكمة الاتحادية، استفتاها البرلمان أو رئيس البرلمان، يعني سأل عن المادة 55 تفسيرها، فالمحكمة الاتحادية حقيقةً
يعني تتقيد بالسؤال اللي يطرح، انه يعني فتح باب الترشيح يكون مره واحده، يعني ابتداء قالت هكذا، يعني لا يمكن بالجلسه الجايه، ليس الجوله الثانيه، الجلسه القادمه، انه يفتح باب الترشيح مره اخرى. لا يمكن الانسحاب، لكن لا يمكن لشخص ان يتقدم مره اخرى كما يقول قرارها 322 لعام 2023. هذا اولا. ثانيا، المحكمه الاتحاديه ما قالت لنا ما هي السقوف الزمنيه، المده التي يمكن ان تبقى بها الجلسات. قالت يعني الحل او الانتخاب في اقل وقت او في الوقت الممكن، يعني كانت يعني بين مزدوجين دبلوماسيه في يعني تركت الامر عرضه للتفسير، لكن نحن نعلم حينما يكون الامر يترك عرضه للتفسير غالبا ما تحدث تلكؤات مثل ما حصل في الجلسه الاخيره. هل سيتكرر برأيك وفق المؤشرات الحالية هذا التلكؤ، وبالتالي سوف نقفز على مدد كما قفزنا سابقا على مدد دستورية سابقة؟ أستاذ عبد الرحمن، وتعرف حضرتك حصل إشكال على الجلسة المفتوحة والجلسة المستمرة، وقالت المحكمة الاتحادية سابقا بقرارها 55 أنه لا يمكن أن تكون الجلسة مفتوحة، فماذا عملوا؟ جعلوها مستمرة. ما الفرق بين المفتوحة والمستمرة؟ المفتوحة اللي يعني رفضتها المحكمة، نقضتها المحكمة الاتحادية، أنه بالجلسة القادمة يشكل البرلمان دون نصاب، لكن جعلوها مستمرة أنه يرفع الجلسة الحالية ثم يشكل في الجلسة القادمة بنصاب مكتمل. هذه مستمرة، فهو الذي فعله يوم أمس رفع إلى أشعار آخر، هذه مستمرة. لهذا أتوقع يعني وفقا لهذه التغييرات والذي يحصل أنه سنشهد تلكؤات في اختيار رئيس البرلمان على ما أعتقد أستاذ عبد الرحمن. وفق التلكؤ الحالي والذي تحدثت به قبل قليل، وإذا ما استمر إلى أكثر من هذه المدة، هناك خطوات قانونية لحل مجلس النواب في حال بقاء المنصب شاغرا من قبل الرئيس؟ لا، المادة 9 أستاذ عبد الرحمن، المادة 9 من نظام البرلمان الداخلي رقم 1 لسنة 2022، وأيضا المادة 35 من هذا النظام، المادة 35 كانت أكثر صراحة، قالت أنه في حالة غياب رئيس البرلمان لأي سبب كان وعدم استطاعته أن يمارس مهامه، يحل محله النائب الأول، وفي حالة عدم وجود النائب الأول يحل محله النائب الثاني، وفي حالة عدم وجود النائب الثاني ينتخب رئيس البرلمان يعني أكبر الأعضاء سنا لإدارة الجلسات. هكذا النص. فإذا لا إشكالية لا في الإجراءات ولا في القرارات ولا في تشريع القوانين ما دام هذا النص واضح وصريح، والقاعدة القانونية تقول لا اجتهاد في مورد النص. أشكرك جزيل الشكر الخبير القانوني أستاذ علي التميمي، كنت معنا في هذه النشرة.